كنمشي للدار دغيا وكنقول لهم شعلوا التلفازه وكيبان لي التشارج، كنقول لهم لا دخلوها غيمثلوا كذا. وبقات عندي حلم وهو كنقول ملي غنكبر غندير قناه اللي تخدم 24/24، والحمد لله درنا سنابير ودرنا مشاريع وخدمنا. بقات الحبيبه امي انا في عين الشق، وكنآمن بان المحليه بها باش كتدخل العالميه، وانسان قد ما وحنا باقيين محتاجين نبدعوا في الحياه ومحتاجين نفتحوا نوافذ على واقعنا عين الشق كي نظل المسنين اللي في الدار ديالنا. يعني وانا يعني والدينا ربونا على اساس ان هذاك السلوك مفروض اللي كيجي حق والدي. تما كنت كنتسخر ليهم ندخلوا نهار العيد، امي تعيط يقول لك عيط على امي عيشه، امي عيطه يجيو دوزوا معنا العيد. وسط تما كنت دائما حيت تما كانوا ناس بحال قلتي تموت ببطء، يعني ناس يائسة وسط واحد الفضاء اللي فيه أمراض وكذا. وبقات عندي ديما هذه الرغبة ديال أننا نزرعوا الأمل في قلوب يائسنا من الحياة. وبقيت كنسخر مهارات نادي ولعبت لهم كلون في جميع المحطات الإعلامية، كنت كندير عليهم دي ريبورتاج وكذا. يعني جات الفرصة أن الفكرة ديال الحبيبة أمي اللي هي يعني جميع الأمهات، كانت إحدى جميع الأمهات الناجحات، وأيضا فرصة أن تفيق الوليدات اللي تمكوا الأمهات ديالهم. والعمل كان تقدم للقناة الأولى وكانت ترفض، وتقدم للميديا أن وترفض، وقبلته القناة الثانية اللي كنحييها من هذا المنبر. والقصة هذا الكبير يعني كنمشيو لشي مؤسسة شي دار المسنين، كندخلو كنلقاو فيها 300، من بعد شهر كنجيو كنلقاو يعني فيها 80، بمعنى أن البرنامج استطاع يأثر ناس اللي آمنوا أنهم خصهم يخرجوا والديهم من دار المسنين، وكاين اللي خافوا من الشواء. المهم أن البرنامج أثر، الهدف وصل. هنا أكد لي أنه الفن اللي الفن في شكلي والفن اللي المجتمع في مضموني، لابد يعني خصنا نآمنوا بأن التلفزيون يقدر يأثر في المجتمع، ولا بد من 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 خدمه برسائل وبدي ميساج. في هذا المهرجان الدولي اللي منظمه جمعيه اصدقاء ديال كليه الحسن الثاني، وفيه احتفاء بمجموعه من بعد بالمواهب، ولكن فيه تكريم يعني سعيد انني كنتكرم مع الفنانه فاطمه زهراء العروسي، مع سعيدة شراف، مع هدى صدقي، مع سيدي مصطفى هنيني، مع الإعلامي عبد اللطيف سكاجي. يعني كتحس بواحد الدفء، وشكون محتفي بينا ومكرمنا؟ هما الطلبة ديال بوشكين. وشتي هاد اللحظات، يعني أنا جيت من التوناج، كان توني ومسلسل ديال الرحاليات اللي غيتبت على القناة الأولى إن شاء الله. على التجربة اللي المغاربة كلهم تشوقوا أنها من ناحية الحماية، وفيها رجوع للتاريخ المغربي، وغطاة الغبار على واحد الأسماء اللي يمكن ما عارفينهمش، ولا حيتيات وتفاصيل حول هذه الفترة من الزمن اللي عامة ما كنعرفوا غير معلومات قليلة عليها. أنت الحمد لله اليوم غادي تبين بزاف ودوينا على المسكوت عنها. حنا جادين، يعني هازين هم وحاملين مشروع وحاملين رؤية يعني اتجاه المتلقي المغربي. يعني من بعد سالف عضرة سوق الدلالة يعني اللي انفتحنا فيه لتاريخ الحبوس، واللي الحبوس في 1917 كانت الفكرة يعني عند المستعمر، يعني عند الجنرال يوتي، ولكن يهودي مغربي هو اللي هداها. هذيك الأرض كانت هي هداها للسلطان مولاي حفيد، ومولاي حفيد وضعها هيبة وحبسها. وهنا اليوطي يعني من اللي حول المستعمر، حول فرنسا، حولت العاصمة من فاس لرباط، يعني ضعفت فاس إداريا وبغات ضعفت اقتصاديا. إذا باش ضعف اقتصاديا خصها فضاء اللي تجي في دوك الاعيان وتحول كاع ديك القوه الاقتصاديه من فاس للدار البيضاء. اذا دارت الحبوس، ولكن خصها تصيبوا بحال فاس مصغر. اذا ملي كيدخلوا دوك الاعيان ودوك رجال الاعمال وكذا كيدخلوا الحبوس كانه نفس الصيغه اللي خلاوها في مدينه فاس. هنا الحبوس كانت فرصه اننا نسلطوا الضوء على الدلاله اللي بقاو ثلاثه منا ولا اربعه في المغرب. نفس العمليه بهذا الهم ديال الواقع المغربي، دابا كنخدموا المسلسل الرحاليات اللي فتحنا فيه نافذه على تاريخنا المغربي، تاريخ القياد، تاريخ الرحاليات، وتاريخ العيوط. يعني حتى فرجه يعني بدينا من عقد
الحمايه، وكنقول عقد الحمايه اللي توقع من طرف السلطان مولاي حفيد ولكن الممثل ديال فرنسا، لان السلطان مولاي حفيد ملي وقع عقد الحمايه ظنا منه ملي كنشوفوا البنود ان فرنسا غتصلح وغدير وغدير وغدير. الممثل ديال فرنسا شكون يوقع مع مولاي حفيد؟ هو عبد القادر غبريط، هذا اصول جزائريه وكيما جنسيته فرنسيه، بمعنى هذه المعطيات كثيره. وحنا للاسف ان المشاهد والمتلقي المغربي ولا كيعرف رموز عربيه من مصر، كيعرف زغلول وكيعرف عبد الناصر وطه حسين والعقاد وكذا، وما كيعرفش رموز ديالنا في المقاومه في الادب المغربي، ما كيعرفش الفتواكي الحمصاني، ما يعرفش الشاعر بنيس عبد الله قنون، ما كيعرفش رموز ديالنا. اذا رحاليات المسلسل كان فرصه باش نكون وفيين لتاريخنا ولهمنا ولتراثنا ونشوفوا ذاتنا. يعني المغربي باغي يشوف يومه في تلفازته، باغي يشوف همه في تلفازته، باغي يشوف الواقع المغربي المعاش، يعني باغي يشوف راسه في تلفازته. وسالف هذا الرصاد يحقق نسب مشاهده لانه مغربي. سوق دلاله 9 مليون كانت كل اسبوع خارج رمضان. اذا بنفس الحب وبنفس الهم وبنفس خدامين مع 62 شخصيه من غير لي فيفيون اللي فيهم يعني هدى صدقي، ربيع القاطي، سنديه، هنيني، لائحه طويله جدا، وزير الصابحي، امين ناس سعودي، سنتي جواد، لائحه طويله، وان شاء الله مازال نستدعيكم وتجيو تشوفوا. ان شاء الله. شكرا لك سي باروا، شكرا لك على التوضيحات، موفقين، وشكرا لك. الله يكرمك.